السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل حاجة بشكل دوت بحيث ان هو يديني التكلفة، وكل ما التكلفة تبقى كبيرة تلاقي المؤشر كبير، كل ما التكلفة تبقى صغيرة تلاقي المؤشر بقى صغير. هنشوف الموضوع دوت، هعمل الدرجة تمام. طيب هاجي اعمل سيلكت عليهم بالشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا في الادفانتد واقول له ادي الداتا جرافيكس، وهقول له انا عايز اعدل فيها الكوست ديت، عايز اخليها بدل ما هي ايكون سيت اخليها داتا بار بالشكل دوت، وأقول له خليها مثلا من 1 لـ 600، فهو ده المؤشر بتاعي تمام. تقدر تختار الشكل بتاعك قد ايه، ممكن مثلا نخليها برجر سيركل بالشكل دوت، أو نخليها بالشكل دوت أو دوت. كل الأشكال دي بتدي منظر جميل بالشكل دوت تمام. طيب خلينا نشوف شكل آخر. أجي هنا أقول له أنا عايز أعمل إيديت، وأقول له أنا عايز أغيرها مثلا لي الداتا بار دوت. اوكي اوكي تطلع معايا بالشكل ده. يعني لو انا عملت سيلكت على هنا وبدل ال 200 ديت خليتها مثلا 50 هتصغر بالشكل دوت. طيب لو خليتها 500 هتكبر بالشكل دوت.